جمول العمانيات والزميل محمد بن عايض العتيبي. شكرا شجاع، شكرا للزملاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان. نرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب في انطلاقات هذا المساء ومنافسات سن الكبار، سن الحيلي والزمول ضمن هذه الأشواط العامة الخاصة بشعارات أبناء القبائل ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. ينطلق في هذه اللحظات رابع أشواط هذا المساء شوط خاص بالزمول العمانيات BMW X5 في الانتظار للفائز بالمركز الأول. بسم الله وعلى بركة الله تنطلق هذه الشعارات، تتواجد هذه الأسماء في هذا الختامي الكبير هنا على أرضية ميدان الشحانية. نتابع هذه الأسماء، نسير مباشرة مع البداية مع شوط العمانيات BMW X5 في الانتظار. أبدأ هناك مع مشغلي وماركتي مشغل والسلالة العريقة من تبدأ بالصدارة. مشغل هنا على أول المراكز، سعيد بن حمد بن مطر المنصوري من يبدأ هنا، من يتقدم مشغل على البداية والصدارة، بينما أتابع القادم مع ثاني المراكز يصل السمح بشعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية من يتقدم في هذه اللحظات، بينما أتابع من الجانب الآخر وصول وتغيير من مخوف يصل بالرشدان يتقدم مع مخوف سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان مع انطلاقة مخوف المتواجد مع ثاني المراكز، بينما أتابع رابع الأسماء في هذه اللحظات وصل ملهم مسلم بربخيت بن ناصر بن نوبي العاملي المتواجد رابعا في هذه اللحظات، بينما أتابع وصول هناك من خامس المراكز مولع يصل عمير بن راشد بن هزاع الجبر النعيمي المتواجد مع خامس الأسماء مع خامس المراكز. هذه الأسماء، هذه التحديات الأولى لشوط BMW لشوط العمانيات. الله يا الصدارة، الله يا البداية، ثلاثية انطلاقة ممتازة رغم الرياح العاتية، إلا أن هذه الزمول تحمل لنا أيضا منافسة، تحمل لنا تحديات وسرعة فائقة من خلال هذا الانطلاق. بالرشدان يغير على الصدارة مع مخوف من ينطلق بالبداية، سعيد بن عبيد بن سعيد بالرشدان يقدم لنا شعاره وانطلاقه الممتاز دائما، حضور مميز مع مخوف هنا في هذا الشوط، بينما أتابع مشغل القادم والمتواجد مع ثاني المراكز سعيد بن حمد ومطر بن حمد المنصوري المتواجد في هذه اللحظات مع ثاني المراكز، بينما أتابع شعار العطية الحاضر مع السمح يصل في هذه اللحظات مع انطلاق السمح مع ثالث المراكز عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية المتواجد في هذه اللحظات هنا ثالثا، بينما أتابع الوصول والقادم مشاهدين الكرام وصل ملهم
مسلم بربخيت بن ناصر بن نوب العامري يتقدم مع رابع المراكز وخامس الاسماء وتابع الوصول وصل ثاير حمد بن محمد بن عبيد بن حمد العامري يتقدم خامسا في هذه اللحظات شعارك النعيمي هناك مع مولع عمير بن راشد بن هزاع الجبر النعيمي ايضا حاضر في دائرة المنافسة في هذا الانطلاق في شوط العمانيات الله يا البداية الله يا التحدي هناك من خلال هذه اللحظات وتابع التغيير وتابع مشغل والله اشغلهم مشغل والله اشغلهم مشغل الله يا المنصوري هنا مع انطلاقتي مشغل سعيد بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري يتقدم مع البداية اهالي الغربية الحاضرين في هذا الانطلاق مع تواجد مشغل ولكن اتابع العطية العطية مع السمح يتقدم في هذه اللحظات عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية المنطلق مع ثاني المراكز ولكن الوصول وصل ملهم وصل بالنوبي يتقدم مشاهدين الكرام مع ملهم مسلم بن بخيت بن ناصر بن نوب العامري الله للعين الحاضرين مع هذا الانطلاق وتابع وتابع بن رشدان مع مخوف القادم من الجانب الاخر سعيد بن عبيد بسعيد بن رشدان يحضر دائما في شوط العمانيات اسم لامع وقوي هنا مخوف القادم بشعاري بن رشدان في هذه اللحظات بينما اتابع خامس الاسماء هناك القادم مشاهدين الكرام ثاير حمد بن محمد بن عبيد بن حمد العامري خامسا في هذه اللحظات ولكن اعود هنا مع الصدارة رباعية البداية كما تشاهدونها عبر الكادر الاعلى لقناة الريان اربعة اسماء متقدمة في هذا الشوط في شوط البي ام الله 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 يا الصدارة الله يا الانطلاق والاندفاع بن رشدان مع مخوف يغير على الصدارة ينطلق مشاهدين الكرام في هذه اللحظات مع البداية سعيد بن عبيد بسعيد بن رشدان مع الصدارة وانطلاقة مخوف على البداية بينما اتابع مشغل مع ثاني المراكز سعيد بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري القادم مع ثاني المراكز ولكن اتابع التغيير وصل ملهم مسلم ببخيت بن ناصر بن نوب العامري يتقدم مع هذه اللحظات يغير الى ثاني المراكز والسمح حاضرا بشعار العطية القادم مع رابع المراكز عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية الله يا الصدارة الله يا الانطلاق مشاهدين الكرام مع هذه الاسماء مع هذه التحديات هناك خامسا اتابع ثاير حمد بن محمد بن عبيدة بن حمد العامري الله 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 شوط البي ام اكس فايف شوط العمانيات شوط رئيسي يحمل لنا نخبة الزمول في هذا الشوط في هذا المساء بن رشدان هناك مع الصدارة مخوف ينطلق مشاهدين الكرام مع اول المراكز سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان مع الصدارة مع البداية ركز يا بن رشدان ركز في التركيز مطلوب هناك مع الصدارة وتابع السمح القادم مع ثاني المراكز عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية القادم مع ثاني المراكز ولكن الوصول من ملهم مسلم بن بخيت بن ناصر بن نوب العامري يتواجد في ثالث المراكز بينما رابع الاسماء هنا القادم مشغل سعيد بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري القادم مع رابع المراكز هناك خامسا ثاير بدأ بالاقتراب حمد بن
بن محمد بن عبيد بن حمد العامري القادم في هذه اللحظات مع خامس المراكز. بدانا بالاقتراب، بدانا بالاقتراب. الله الله، بالرشدان بالرشدان على الصدارة مع تواجد مخوف مع الانطلاق الاول. الله يا مخوف، مخوف على الصدارة. سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان، ولكن العطية، العطية القادم مع ثاني المراكز يقدم لنا السمح عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مع هذا الانطلاق مع هذا التحدي. ثالث الأسماء تواجد ملهم مسلب بخيت بن ناصر بن نوب العامري، ولكن الاسم القادم وتابع وتابع رابع الأسماء هناك مشاهدين الكرام. والتواجد من مشخل سعيد بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري ثاير خامسا لحمد بن محمد بن عبيد بن حمد العامري. الله الله، بدانا 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 بالانطلاق. الله يا بن رشدان، مخوف مخوف هناك مع الصدارة مع البداية مع شوط العمانيات مع شوط البي ام هناك مع الصدارة وانطلاقة البداية. بالرشدان بالرشدان يغادر في هذه اللحظات مع انطلاقة مخوف، مخوف. الله الله على هذا الأداء التلقائي لهذه اللحظات، يفتتح الكيلومتر الأخير. مخوف بالرشدان، مخوف بالرشدان من أقوى الزمول العمانيات يحضر في هذا المساء. الله الله، رصيد حافل بخمس سيارات يتقدم بالرشدان، ولكن ولكن السمح، السمح القادم عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية هذا الاسم خطير القادم في ثاني المراكز. ولكن الحزام الاخضر يا بالرشدان هناك مع الصدارة مع الصدارة. مخوف مخوف، والسمح القادم بايضا رمزين، قادم السمح قادم السمح. الله 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 يا الصدارة، الله يا الانطلاق. بالرشدان بالرشدان مع شوط البي ام، البي ام السمح 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 قادم، ولكن مخوف مخوف بالرشدان 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 مع اللحظات الاخيرة. السمح شعار العطية، شعار العطية القادم القادم مع اللحظات الاخيرة، ولكن مخوف بالرشدان بالرشدان. البي ام البي ام الشوط الرئيسي شوط العماريات هنا مع مخوف، مخوف السمح السمح مخوف. بالرشدان 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 مع الانتصار مع البي ام مع البي ام مع الشوط الرئيسي مع العماريات. تهانينا والناموس لسعيد بن عبيد بن سعيد بالرشدان على فوز مخوف وانتزاعه البي ام دبليو اكس 5. ثاني المراكز وصل السمح لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية ثالث المراكز، مشغل سعيد بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري رابع المراكز، الهندواني لغانب بن سعيد بن سالم بن حمد العويسي وخامس المراكز. وصل مشاهدينا الكرام شاهين لعبيد بحلوس بن ذيبان العامري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام في رابع أشواط هذا المساء في شوط العمانيات في شوط البي ام دبليو اكس 5. أتى بالرشدان ليقدم لنا مخوف في هذا الشوط لينتزع ناموس مسائي مميز هنا بالرشدان ومخوف ولحظات الوصول والانتصار. 13 دقيقة 18 ثانية 8.76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان، تهانينا للرشدان كافة على هذا الفوز والانتصار. السمح وصل ثانيا ب 13 دقيقة 19 ثانية 20 جزء من الثانية، قدم أداء ممتاز بشعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية ثالث المراكز. كان الوصول مشاهدينا الكرام وصل في ثالث المراكز، وصل مشغل
بشعار سعيد بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري، توقيت الزمني ولحظات وصول مشغل الى خط النهاية، بالتأكيد 13 دقيقة 28 ثانية 80 جزء من الثانية. تاني لو ناموس لبن رشدان على خطف شوط العمانيات وشوط البي ام. شوطنا الخامس ينطلق قبل لحظات، وارحب بزميلي مسعود الحريري.